أحسن الله إليكم، ما توجيهكم لامرأة تزوج عليها زوجها ولما علمت بذلك قالت له إما أن تطلق زوجتك الثانية أو سأذهب إلى بيت أهلي وأطلب الطلاق؟ الله المستعان. التعدد أمر قد أذن الله فيه، فجاء ديننا به، فلا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يكره التعدد كراهة مكتسبة. وأما الكراهة الطبيعية بأن تكره المرأة أن يتزوج عليها زوجها فهذا أمر لا تؤاخذ به المرأة، وهو من شأن النساء ومن طبع النساء، فلا حرج على المرأة أن تكره أن يتزوج زوجها عليها، لكن لا يجوز لها أن تعتقد أن هذا ظلم أو تصف هذا بأنه ظلم، فإن هذا من المنكرات العظمى. ومن المعلوم أن من كبائر الذنوب أن تسأل المرأة طلاق أختها، أي طلاق ضرتها، كما جاء ذلك في الحديث في الصحيح. فالواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل، وأن تسكن في بيتها، وأن لا تطلب طلاق أختها لتكفئ إناءها، ولكن تطلب من زوجها العدل وفق شرع الله عز وجل، وتسلم لما قضاه الله عز وجل، ولعل الله أن يجعل لها في ذلك خيرا كثيرا. فهذا ما أوصي به أختي. والموفق من المؤمنين من أخرج نفسه من داعية هواه إلى طاعة مولاه، وانشرح صدره بما شرع ربه سبحانه وتعالى. سأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا جميعاً.